السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مساء تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الاكتيفيتيز اللي موجودة في اخر الكتاب، الانشطة اللي موجودة في اخر الكتاب من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، اسم القناة الانجليزي وجمله، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على الفيسبوك، اسم الصفحة سر السعادة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 بيقول لي ماتش، وصل بالصورة الصحيحة. ايه وصل ايه ببي؟ نمبر 1 عندي 20، يعني 20 هنوصلها بليدر بي. نمبر 2 كلوك يعني ساعة حائط هنوصلها بليدر سي. نمبر 3 تيدي بير دبدوب هنوصلها بليدر ايه. نمبر 4 كوتون هنوصلها بليدر دي. نمبر 5 اي عين هنوصلها بليدر اي. نمبر 2 بيقول لي لوك اند سيركل، انظر وضع دائرة. هقول الكلمة الصحيحة. نمبر 1 عندي ديت رصاصي جراي، الكلمة الأولى، الكلمة اللي فوق. نمبر 2 كرسي تشير، الكلمة اللي فوق نعمل دايرة عليها. نمبر 3 فيجيتابلز خضروات، نعمل دايرة على الكلمة اللي فوق. نمبر 4 بلاوز يعني بلوزة، نعمل دايرة على الكلمة اللي فوق. نمبر 3 بيقول لي ان سكريب والاند رايت، على ترتيب اكتب الكلمة. اول كلمة عندي بيبي بي اي بي واي، تاني كلمة عندي تيم فريق تي اي اي ام، بعد كده كوكب بلانيت بي ال اي ان اي تي، بعد كده قميص شيرت اس اتش اي ار تي. بعد كده بقول لي رايت ذا ميسنج ليترز، اكتب الحروف الناقصه. اول كلمه عندي سويم اس دبليو اي ام، ناقصه حرف الاي والام. نمبر 2 كيوب يعني مكعب سي يو، ناقصه حرف البي والاي. بعد كده جرامبا يعني جد، ناقصه حرف الجي والار. بعد كده ساعة يد ووتش، ناقصة حرف السي والاتش. بعد كده بقول لي ري ارينج ذا فولوينج ووردز تو ميك مينينج فول سنتنسز، على الترتيب لتحصل على جمل مفيدة. هنبدأ أول حاجة بوي، يبقى وي لايك ايس كريم، نحن نحب الايس كريم. نمبر 2 اي كانت ران، انا لا استطيع الجري. اي كانت ران، هنبدأ باي وبعد كده كانت وبعد كده ران. نمبر 3 اتس، انها 4 o'clock يعني الساعة الرابعة بالظبط. it's 4 o'clock الساعة الرابعة بالظبط. number 4 هنبدأ بthis، this is my mother، هذه أمي. this is my mother. number 6 بقول لي choose the right answer، اختر الإجابة الصحيحة. number 1 بقول لي I am thirsty، أنا عطشان. I want some water، يبقى thirsty، نختار thirsty لأن هو عطشان، يبقى هيحتاج بعض من الايه، من المياه. نمبر 2 دو يو لايك ايجز، يعني هل تحب البيض؟ ده سؤال، وعندي يو هيجي وراء الفعل من غير اي اضافات. دو يو لايك ايجز. نمبر 3 ذا اوبزيت عكس اوف بيج، عكس كلمه بيج يعني كبير، از سمول يعني صغير، عكس كلمه بيج سمول. نمبر 4 ذا تشير از هارد، يعني الكرسي بيكون صلب. ذا تشير از هارد. نمبر 5 بيقول لي ماي فيفورت ولا باد فود از ميت، وماي فيفورت الطعام المفضل لي اللحمه. اي لايك ات، انا بحبها. بكده يا حبايبي نكون انتهينا من حل التدريب الاول من كتاب بيت باي بيت. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوش تعملوا متابعه لصفحتنا على الفيسبوك، اسم الصفحه سر السعاده. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.